موقف افتكره في كواليس، بتهيألي كواليس بتاعت تامر حسني كلها يعني ما اقدرش انساها الحقيقه، لانها كانت بتضحكني جدا ومسليه جدا، وكل حاجه كان ليها موقف ليه ابعاد، يعني مش ضحك وخلاص، يعني بنقعد نفكر بعض بحاجات وناس بتقول يعني حاجات ما حدش يفهمها غيرنا احنا الاثنين. يعني انا ممكن اقول لتامر كلمه هو يموت من الضحك وانت ما تفهمهاش، تبقى واقف مش فاهم حاجه، ونفس الموضوع هو ممكن يقول لي حاجه واحده بس هي هتفكرني بموقف هيموتني لدرجه ان انت هتفتكرني مجنونه ان انا ليه بضحك كل ده، بس هو ليه طبعا كارثه. لا لسه 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 يا عم مستعجلين، يلا كمان كمان يا عم غمضي بس عينك، بس خليكي مغمضه، خليكي خليكي تاني بس يا ستي. تمام كده بجد؟ انت بتسمع كده تراه ان انا عاملك احسن من كيرم في الفيلم؟ احسن ازاي يعني؟ احسن من الراجل. طب عارف يا دم لو طلع مش حلو الدرجه المناسبه لوش درجه يا بنت، هي دي درجه، ده درجه اهو مش انت بتستخدمي ده؟ دي درجة لون وش مش فاتحة ولا غامقة ولا لا طب صراحة كويس خلاص هي تمام غمض عينيها صراحة كويس؟ غمض عينيها بس احنا بس ما تعملش تحت عينيها يا سيدي غمض عينيها بس كده تمام بجد ما شاء الله ما شاء الله كده بجد حاجة تغمض يا ابني عينيها بص عشان تحت عينيها بس يظبط وفوق انا كده بص ده ايه الدرجة دي الدرجة بتاعتك هي المراية تعمل لي فيها عسوب خلاص تمام كده يلا يا سعد يلا يا جماعة احنا جاهزين هات مراية يلا يلا يا جماعة انا عارف بقول لك ايه طب هات المراية يا طيب ايه ده كمل تعالى اول مشهد عملته كان في فيلم ارض الخوف مع استاذ احمد زكي كان عندي 14 سنة بس انا يعني وقتها مثلت الفيلم ده وبعدين كملت دراسة كنت في مدرسة كملت دراسة وبعدين دخلت الجامعة وانا في سنة اولى جامعة بدأت امثل تاني فطبعا عمري ما هنسى انا عمري ما هنسى اي مشهد في حياتي يعني كل مشهد عندي ليه ذكرى في حياتي الا الحاجات التافهه يعني احيانا بتعمل اعمال تافهه عادي يعني فهي دي اللي مش فاكراها الصراحه تفتكر موقف معين ما حدش يعرفه كان جامعه الاستاذ احمد زكي لا في مواقف كتير قوي الله يرحمه فاكره كل حاجه طبعا وبدعي له بالرحمه ويعني مفتقدينه الوطن العربي كله مفتقده. زينة ايه المشهد اللي انت دايما بتفتكريه لما تقعدي مع نفسك كده وتفكري في اعمالك اللي فاتت في كل الاعمال؟ مشهد مميز دايما والله اللي فاكراه دلوقتي الناموس عمال يقرص في رجلي مش قادره هموت. يا جماعه الناموس مسيطر علينا سيطره مش طبيعيه. موقف في حياتي الشخصيه مفرح ولا مش مفرح؟ مفرح. مفرح في حياتي الشخصيه؟ مفرح في حياتي الشخصيه كتير الحمد لله. اول يوم سمعت صوت ابني اول ما في الولاده اول صوت هي الصرخه الاولانيه دي عمري في حياتي ما انسى واحلى حاجه حصلت لي. بص احنا اصدقائنا وامير جدا هو غامر بيا في اول بطوله ليا في التلفزيون وكانت اول بطوله لبنت في التلفزيون يعني كل اللي كانوا بيعملوا الاعمال اللي هي بطولتهم وكده كانوا نجوم كبار زي يسرى وما حفظ الالقاب طبعا الهام شاهين ليلى علوي هي الناس دي اللي كانوا بيعملوا بطولات انما جيلنا والجيل اللي قبلي واللي قبلي كمان ما كانوش بيعملوا بطولات في التلفزيون فلما امير اداني الفرصه دي ونجحنا جدا وعملت اسم في وقت قصير جدا وكان عندي خطوات كتير الحمد لله تساعدني ان انا ابقى في مكانه اكبر من الاعمال اللي عملتها يعني مكانتي كانت اعلى من الهيستوري اللي عندي الاعمال اللي عندي يعني كنت بقفز قفزات سريعه وبتنجح فبحقق فيها نجوميه زي ما بيقولوا وفي نفس الوقت اسمي بيكبر وانا اعمالي قليله فطبعا ده نوع من انواع رد الجميل ان انا اشتغل مع امير دلوقتي وان احنا اصحاب وان انا بثق فيه جدا وان هو اكيد منتج كويس. اول مره تقف قدامك بعد احمد نجمه بقى نجمة ولا نجمة برضو اصل انا وقفت قدام استاذ نور الشريف واستاذ معالي زايد الله يرحمها اول مشهد عملته مع استاذ نور الشريف كان اصعب مشهد في المسلسل كله فعمري ما هنسى الموقف ده وعمري ما هنسى قد ايه وكان طيب معايا وساعدني ووقف جنبي المشهد اللي هو بقول له
انا عايزه اروح بلدنا يا خال. بيقول لي ليه يا بنتي؟ فقلت له مصر كبيره عليا قوي وبتعيط. فعمري ما هنسى المشهد ده. في موقف حصل لي برضو في حياتي ان انا الماكيره بتاعتي اسمها زينه، فكل ما حد ينده زينه انا هنده لكم. تعالي يا زينه. ايه زعلانه قوي، بتزعل قوي عشان كل مره حد بينده لي يقول لي يا زينه، فتقول له نعم، فتقول له لا مش انت زينه دي. فاحنا كنا عمالين نتكلم في الموقف ده. هي طبعا يعني مبدعه وغنيه عن التعريف لان هي عندها فانز اكتر مني على فكره. عايزه اشكرها واقول لها ميرسي جدا جدا على تعبك معايا وميرسي ليكم. اول مشهد عملته مع استاذ نور الشريف كان اصعب مشهد في المسلسل كله، فعمري ما هنسى الموقف ده وعمري ما هنسى قد ايه وكان طيب معايا وساعدني ووقف جنبي. المشهد اللي هو بقول له انا عايزه اروح بلدنا يا خال. بيقول لي ليه يا بنتي؟ قلت له مصر كبيره عليا قوي وبتعيط. فعمري ما هنسى المشهد ده. انت بقى حكايه جورناندا، تحب انا اقول للاستاذ كمال ولا انت اللي تقولي له؟ لا 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 انا اللي هقول. هتقولي له ايه؟ هروح للاخر مره واقول بلاش الموضوع اللي بعده. كلام في سركم، مهما الست وصلت لنجاح وبقى عندها مخزون من المواقف والذكريات ما يتنسيش، الامومه دايما حاجه تانية. اول يوم سمعت صوت ابني اول ما في الولاده، اول صوت الصرخه الاولانيه دي عمري في حياتي ما انسى. ممنوع الاقتراب والتصوير مع المنتج أمير شوقي اللي كان أول واحد آمن بموهبتها. هو غامر بيا في أول بطولة ليا في التلفزيون، وكانت أول بطولة لبنت في التلفزيون. يعني كل اللي كانوا بيعملوا الأعمال اللي هي بطولتهم وكده كانوا نجوم كبار زي يسرى وما حفظ الألقاب طبعا، إلهام شاهين، ليلى علوي، هي الناس دي اللي كانوا بيعملوا بطولات. إنما جيلنا والجيل اللي قبلي واللي قبلي كمان ما كانوش بيعملوا بطولات في التلفزيون. فلما أمير اداني الفرصة دي ونجحنا جدا وعملت اسم في وقت قصير جدا، وكان عندي خطوات كتير الحمد لله تساعدني ان انا ابقى في مكانة اكبر من الاعمال اللي عملتها، وان احنا اصحاب وان انا بثق فيه جدا وان هو اكيد منتج كويس. انغام اسم كبير وصوت حلو وصوت مصري مهم جدا، وطبعا دي هتبقى حاجة كويسة ان هي تغني لنا تتر المسلسل. انا شايفة انها اضافة لينا حقيقة، وبشكرها جدا وبشكر وليد سعد وبشكر امير تعيمه وبشكر احمد ابراهيم وبشكر امير شوقي انه دفع كل ده. اغنيه بجد حلوه قوي 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 قوي، يعني مش عارفه اقول ايه عليها لانه المفروض شهادتي فيها مجروحه، بس اكيد اكيد هتحقق نجاح كويس قوي الحمد لله ان شاء الله. في موقف حصل لي برده في حياتي ان انا الماكيره بتاعتي اسمها زينه، فكل ما حد ينده زينه انا هنده لكم. تعالي يا زينه. ايه زعلانه قوي، بتزعل قوي عشان كل مره حد بينده لي يقول لي يا زينه، فتقول له نعم، فتقول له لا مش انت زينه دي. فاحنا كنا عمالين نتكلم في الموقف ده. هي طبعا يعني مبدعه وغنيه عن التعريف لان هي عندها فانز اكتر مني على فكره. عايزه اشكرها واقول لها ميرسي جدا جدا على تعبك معايا وميرسي ليكم.